السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا. طيب تاني مرة، أعوذ بالله يا شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثالث مرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأعوذ بك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. خامس مرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وأسألك وعزائم مغفرتك، وأسألك لسان ما تشرك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا.